لنا مراسلنا محمد توفيق علشان نشوف اخر استعدادات النادي الاهلي ان شاء الله قبل السفر غدا الى تنزانيا. نروح لمحمد توفيق. تحياتي ليك يا محمد، وحطينا في الصوره وحط جماهير النادي الاهلي في اخر استعدادات يعني بعثه النادي الاهلي ولاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني قبل السفر غدا ان شاء الله الى تنزانيا. مساء الخير كابتن اسامه، تحياتي لحضرتك كل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. يمكن اجواء اكثر من رائعه هنا في ملعب مختار التتش بمقر النادي الاهلي الرئيسي بالجزيره. يمكن الفريق على قدم وساق بواصل استعداداته لمباراه سيمبا في اولى جولات بطوله الدوري الافريقي. ان شاء الله كل الفريق يكون مكتمل مع ان شاء الله سفر الفريق غدا. يمكن الفريق بكره كابتن اسامه هيختتم استعداداته في تمام الحلقات 10 صباحا بمران اخير، ومن بعده الفريق هيتحرك. القائمه المختاره من قبل الجهاز الفني بقياده مستر مارسيل كولر هتتحرك على مطار القاهره للاستقلال الطائره والتوجه مباشره الى تنزانيا. يمكن النهارده كان التمرين زي ما بنقول بتاع النهارده ابتدى فيه تمام الثامنه مساء. يمكن مستر مارسيل كولر ابتدى التمرين كده بمحاضره خفيفه في ارض الملعب، كان فيها مع اللاعبين عن بعض الحاجات اللي عايز يتكلم فيهم، خاصه خلاص مع اقتراب سفر الفريق غدا باذن الله. ومن بعدها كان بعض التدريبات البدنيه للاعبين، المجموعه كلها موجوده كابتن اسامه اللي استمر تدريبها لمده 3 ايام. يمكن النهارده ابرز بقى ملامح التدريب عوده الدوليين، ولكن طبعا هيأجروا بعض التدريبات الاستشفائيه الخفيفه. مفيش بس غير احمد نبيل كوكا اللي نزل الملعب يؤدي تمرينه بشكل جماعي مع بقيه اللاعبين. يمكن مستر مارسيل كولر استقبل اللاعبين قبل بدء المباراه مباشره وحياهم وعلى مجهودهم وادائهم في مباراتي منتخب مصر سواء امام زامبيا او الجزائر كمان. وزي ما قلت لحضرتك هيكون تمرينهم النهارده مجرد تدريب استشفائي خفيف، وان شاء الله بكره يتمرنوا في التمرين الاخير للفريق قبل السفر باذن الله لتنزانيا. حابب اطمنك على بعض يعني لاعيب الفريق. يمكن الحمد لله رامي ربيعه اليوم الثالث على التوالي بيشارك في التدريبات الجماعيه وجاهز دي المشاركه مع الفريق، وكمان صلاح محسن وكريم ندفد عمرو السلاي الحمد لله ومحمود متولي في المرحله الثانيه من برنامجهم التاهيلي والعلاجي. يمكن دكتور احمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي قال الحمد لله عملنا لهم قياسات ونتائجها اكثر من مذهله. وكمان يمكن كريم فؤاد بدا الجري حوالين الملعب ان شاء الله مع يعني ان شاء الله مباراه سيمبا وما بعدها مباراه ان شاء الله يخشوا تدريجيا مع الفريق، وباذن الله الفريق عقده يكتمل خلال المباراه القادمه، وباذن الله يكلل مجهود الجهاز الفني واللاعبين ببطوله غاليه، وباذن الله يكون اللقب الاول من بطوله الدوري الافريقي باذن الله رب العالمين. امام عاشور يا توفيق طمنا عليه برضو مشاركته في التدريب بعد الاصابه الاخيره اللي كان حس بيها، ويعني الدكتور قال 10 ايام ان شاء الله ويكون متواجد. يعني طمنا على امام عاشور خاصه ان واحد يعني برضو من الركائز والعناصر المهمه اصبحت موجوده في فريق النادي الاهلي. بالطبع كابتن اسامه واحد من اهم الصفقات اللي حصلت للنادي الاهلي هذا الموسم، واحد من الركائز الاساسيه، نتمنى له طبعا الشفاء العاجل والسلامه. ولكن يعني موضوع امام عاشور بالذات كده كابتن اسامه ده يظل يعني ما بين اثنين لا ثلاثه لهما، ومستر مارسيل كولر ودكتور احمد جاب الله. يمكن اتكلمنا مع الجهاز الفني هنا قال ما فيش كلام خالص على امام عاشور وعن حالته، الموضوع خاص جدا ما بين مستر مارسيل كولر وما بين دكتور احمد جاب الله. ان شاء الله نطمن عن قريب عن امام عاشور، وان شاء الله يا رب يكون مع الفريق في القريب العاجل ونطمن عليه ونشوف الملعب باذن الله رب العالمين. طيب يبقى النهارده يعني الجهاز الفني بيحاول يحافظ عليه يكون الالم يعني خف تماما، وده شيء مهم جدا ان اللعيب ما يكونش فيه حتى شك 1% انه يقدر يشارك، لا لازم يكون سليم بنسبه 100%، خاصه عندنا موسم طويل وموسم ممتد. الحاجه الثانيه المعنويات بقى توفيق، يعني انت النهارده هتشارك في بطوله، البطوله دي لاول مره فيها فرق النخبه في القاره الافريقيه، فرق من العيار الثقيل، بتتكلم عن الترجي، الوداد، سان داونز، بترو اتلتيكو، انيمبا، سيمبا ايضا، وعنده حوافز كبيره وتصريحات كبيره من المسؤولين في اول لقاء مع النادي الاهلي. قول لنا الحاله المعنويه دلوقتي الموجوده سواء مع اللاعبين او الجهاز الفني. يعني بالفعل يا كابتن اسامه بضم صوتي لصوت حضرتك، شبه بطوله نخبه كده لاعرق الانديه في القاره الافريقيه، بتتكلم عن انديه من اكثر الانديه جماهيريه وشعبيه وبطولات في القاره. النادي الاهلي بالطبع بيدخل البطوله، طبعا زي ما احنا عارفين كل الفرق بتبقى منتظره مقابله النادي الاهلي بصفته بطل القاره الاول واكثر الانديه حصولا على القاب الافريقيه عبر التاريخ. البطوله طبعا مستحدثه، ولكن يا كابتن اسامه اللاعبين بالطبع داخلين وعارفين المسؤوليه الملقاه على عاتقهم، مركزين جدا في هذه البطوله. جمهور النادي الاهلي طبعا زي ما حضرتك عارف كنت واحد من نجوم النادي الاهلي الكبار، لا يقبل الا بالمركز الاول،
ده اللي اللعيبه عارفاه كويس جدا وعارفه ان جمهورها مستنيه منها. انت داخل البطوله وان كانت اول نسخه من البطوله، ولكن اللاعبين عارفين ان هم المرشح الاقوى للفوز باللقب، ويبقى النادي الاهلي دائما في اي بطوله افريقيه هو المرشح الاول. فده طبعا مسؤوليه ملقاه على عاتق اللاعبين، هم عارفينها كويس ومقدرينها كويس، عشان كده يمكن تركيز شديد جدا، ثقه كمان كابتن اسامه، وده حاجه مهمه جدا جنب التركيز، انك تكون واثق من قدراتك وامكانياتك. الحمد لله يمكن كمان عوده الدوليين النهارده، ويمكن اللعيبه الدوليين كلها الحمد لله، يمكن اليو ديانج كان وصل من الامس وشارك مع اللاعبين، بيرسي تاو كان موجود كمان ان شاء الله، علي معلول نطمن عليه ان كابتن خالد بيبو النهارده باذن الله يعني بعد ساعات قليله هيسبق البعثه، هو وكابتن سمير عدلي والشيف الخاص بفريق النادي الاهلي هيسبقوا الليلاد ان شاء الله لتنزانيا لاعداد كل الحاجات التجهيزات، سواء الاكل انواعيه الاكل المطبخ، طبعا الشيف هيكون كل حاجه فيه مجهزها بنفسه، كابتن خالد بيبو الاطمئنان على ملاعب التدريب، مكان الاقامه، كل دي حاجات كابتن اسامه بتدل على الفريق البطل اللي مركز، اللي عايز ياخد ان كانت بطوله وليده واول بطوله، ولكن طبعا مركز انه ياخد اللقب. كمان يا كابتن اسامه تعرف امتى النادي الاهلي من استعداد الفرق اللي هتقابلك؟ يمكن بنشوف استعداد نادي سيمبا والاقبال الجماهيري والكل ساعه الاستاد اللي نفذت، وكله منتظر كبير افريقيا النادي الاهلي في مباراه ان شاء الله هتكون مباراه افتتاحيه واحتفاليه، وباذن الله تكون ضربه بدايه قويه للنادي الاهلي، وباذن الله تبقى اولى الخطوات نحو اللقب الافريقي للبطوله الوليده، وان شاء الله تولد عملاقه بفوز النادي الاهلي بها باذن الله. كابتن اسامه مراسلنا محمد توفيق بنشكرك شكرا جزيلا. هنروح لقطاع الناشئين.